تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ورجعت ريما لعادتها القديمه، يريح يوم ويرجع برضه يقل ادبه اكتر مما كان. مرتضى احمد محمد منصور ابو العيله فاصل من قله الادب مجددا على النادي الاهلي وعلى الخطيب وعلى اي حد ضد نادي الزمالك او اي حد هو يتخيل ان هو ضد نادي الزمالك. مرتضى منصور عمل مداخله امبارح، مداخله نص الليل، قعدت 40 دقيقه كلها تصب ضد النادي الاهلي، والكلام كله على النادي الاهلي، ما يتكلمش عن نادي دقيقه ويحول على النادي الاهلي وعلى كابتن الخطيب وعلى الحكام وعلى وعلى وعلى. ازاي انت بتقول ان انا مع الحكام والحكام ما بتجاملش، وطالع بتتهم حكم الفار ان هو جامل النادي الاهلي وضربه الجزاء صحيحه والنادي الاهلي انسحب ورجع في الانسحاب؟ ده انت ملك الانسحابات والعوده في قراراتك، ده انت انسحبت في موسم 8 مرات، انسحبت في موسم تاني 3 مرات، ده انت كل ما حد يعمل اي حاجه تروح منسحب وترجع في كلامك، يحصل اي حاجه تنسحب وترجع في كلامك. هو انت بتتكلم بتقول ايه؟ ده انت بتقول هنسحب من الدوري تاني يوم تلعب، بتقول هنسحب من المباراه تاني يوم تلعب. النقيض ويقول لك النادي الاهلي قال حاجات وما اتحققتش، لا اتحققت. النادي الاهلي قال لجنه الحكام تمشي وغار عصام عبد الفتاح اللي المفروض عقده ممتد لغايه 1/9 القادم اللي لسه ما جاش. رقم واحد، المسؤول عن تقنية الفار تم إقالته مش استقالته، هو قال أنا استقلت لكن هما أقلوه، قالوا له مع السلامة. هو استقال ليه؟ وإيه الداعي إن أنت تستقيل؟ ما أنت بتاخد مرتبك وقاعد حاطط رجل على رجل وبتدي الاحتواء بتاعك لنادي الزمالك زي ما أنت عايز. استقلت؟ لا أنت أقلت، بس هما قالوا استقال كده يعني إيه عشان يجملوا صورته. وحكم كاتم بيرج قرر وقف عاشور لنهايه الموسم او لحين التحقيق معاه، لان عصام عبد الفتاح حطه يعني عشان يضايق النادي الاهلي قبل ما يغور قبل ما يمشي، كان لسه كلاتنبرج جاي مش هو اللي اختار، فقرر ايقافه لحين التحقيق معاه ولحين الفصل في الامر، وان النادي الاهلي خد يعني 6 نقط. النادي الاهلي خسرهم اخر ماتشين، مباراتين، مباراه للمقاولين الهدف ما فيهوش اي تداخل، وانا قلت ما فيهوش تداخل على الرغم ان انا كل الناس كلها قالت فيها تداخل، ما فيهاش تداخل والهدف صحيح 100%. تاني حاجه الهدف بتاع الفاركو اللي اتلغى وهو صحيح 100%، 6 نقط طبعا النادي الاهلي بخلاف اللي قبل كده، بخلاف الاحتواء اللي قبل كده. بس سيبنا من ده كله، تعالوا نشوف مرتضى منصور او مرتضى احمد محمد منصور ابو العيله قال ايه، وتعالوا تاني عشان انا ردد عليه في قلب الفيديو، ولكن نهايه الفيديو لينا كلام تاني، لان هو بيتحدى الجميع ان هو مش هيتحبس، وبيتحدى الجميع انه مش هياخد يوم سجن، وان الشهر ده هيتلغي والسنه اللي قبل كده هتتلغي. هل مرتضى حد طمنه من القضاء؟ هل الرئيس السيسي قال له ما تقلقش انا معاك انا في ظهرك؟ محمود ابن الرئيس السيسي قال له ما تقلقش انا في ظهرك انا في وراك؟ الله اعلم. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان الكلام لسه ما انتهاش. بس قبل ما حضرتك تشوف الفيديو تدعمنا بلايك وشير، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى احمد محمد منصور ابو العيله قال ايه ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. الجزء الثاني انا بس عايز الى دارها استنوا لما تطلع مذاكره النار، وانا براهن على قضاة شرفاء سواء اللي حكموا او اللي هيترجموا بكاس الله، براهن بكل تاريخي لو هذه الاحكام ما اتلغتش امام محكمه النار هنتكلم في القانون، هعتزل المحاماه ومش هعرف انا الزمالك. فبلاش تنطيط عشان ما تستفزونيش اتكلم تاني، من فضلكم العيال اللي عمال تقل ادبها كل يوم ما تستفزونيش اتكلم، ومش هدخل في يوم من الايام اجرح في قاضي او في حكم، كلامي واضح. في نفس الوقت بقول للناس اللي بيكلموني مرتضى ايه ده مرتضى عشان الدنيا كلها عرفت اللي حصل ايه والاحكام دي ايه، كنت بتعرف خلاص. بس انت بتاخد حقك بطريق قانون ولا بتاخد بتاخد حقك بطريق قانون؟ احنا بنعلم الناس لما يكون لك حق عندك معارضه، عندك استئناف، عندك نقد، عشان بقول لك ده ليه ما بيتحبسش؟ لما تقرا مذكره النقد هتخجل من نفسك. انت هتخجل من نفسك. فأنا بقوله تاني، أنا احترامي كبير جدا 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 للقاضي اللي حكم، حكم غلط، حكم صح، كل دوت،
لما تقرا مذكرة الماضي مش هتسمع صوتك تاني، وهتعرف انك انت كنت غلطان في حق نفسك الاول. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، انا لا عندي مشكلة يا احمد او يا استاذ احمد، انا مش عارف عبد الشافي ازاي بيقول لك يا احمد كده حق ويخوفني حضرتك بتقول له يا باشا فهو طايح فينا هنا. قاعد لابس الكرافات بتاع البدله اللبني ايه واخد عليك جنب استاذ احمد. وانا قايل لكم الكلام ده في اجتماع بتاع احنا كنا مجتمعين في كل امبارح القناه الاول امبارح 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 اول امبارح اول امبارح اعتبرنا النهارده الصبح ماشي. اول امبارح اول حاجه انت انا شمس انا حتى قلت ما تصوروش ما تصوروش، لكن قبل ما جاء في الاجتماع ان انتوا دلوقتي رقم واحد في المشاهدة. انا عايزكم رقم واحد في المشاهدة على مستوى العالم العربي، ده رقم واحد. نمرة اثنين، وانا سعيد بيكم كلكم حتى وليد، ممنوع حد يطلع بقميص وبنطلون او تيشيرت، كله بدل وكرافتات او ما شاء الله. نمرة ثلاثة، قلت ان عايز المراسل اشوفه ده ولد او بنت، ما تجيبليش الايد بتاعتهم، لا ليه من حقه ده بذل مجهود الكاميرا تجيبه. زي ما قلت كده مش كده؟ نعم. الكاميرا تجيبه سواء ولد او بنت. ليه؟ لانه ده بذل مجهود، هو رئيس التحرير بتاعه وعمل شغل يعني محترم، فمن حقهم الناس تشوفهم. انا ببقى فرحان ان انا امي او ابويا الله يرحمه بتشوفني على الشاشه، الشاشه بتشوفها ملايين الملايين. وبرضه من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها، احنا مالناش دعوه بالاهل، احنا قلنا الكلام ده مظبوط كده؟ طبعا صح. بس لما يكون في ظلم هنتكلم، ولما يكون في ضرب اشاعات هنتكلم. وانا بقول للاخ السيد الاستاذ محمود ابراهيم الخطيب، ليه من قلق؟ ليه مش عايز اتكلم؟ انا مش عايز يعني ايه؟ اصل انا لو اتكلمت انا مرتضى منصور، ولما اتكلم يعني هيبقى صعب. يعني النهارده كان في اجتماع مع مجموعه قانونيه كبيره جدا جدا، لما شافوا الورق قال ايه اللي بيحصل ده؟ مين اللي عمل ده؟ ده بقى الرد في محكمه النقد. ولو خسرت القضية في محكمة النقد ما تتعبش نفسك، اعتذر محاماة، هو اعتذر نادي الزمالك تمام؟ لأنه رجال قانون، واحد زي واحد في القانون يساوي اثنين، مش خمسة ولا ستة ولا سبعة، ده قانون. لما تكون واخد براءة قبل كده نفس الموضوع، حكم نهائي وبات لنفس القاضي ما ينفعش بعد أربع أشهر يقول لك لا مش عارف ما ينفعش. مش بقول كده عشان حاجة، لا عشان ده هيكتب مذكرة النقد ده وغيره 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 وغيره. عندنا اي 30 سبب من النقد، لكن هتقعدوا تستفزوني كل الاستفزاز. ده هرب، ده مش عارف راح فين، ده جه منين. لا انا ما بهربش، واخر اشاعه ان انا اتمنعت من الظهور على قناه الزمالك. طب ايه رايكم دلوقتي يعني بس عشان مصر كلها تعرف دي عيال كذابه؟ يعني زي انا رئيس مجلس اداره القناه تمام، ومؤسس قناه رئيس النادي، وممنوع ان انا اطلع فيها اتكلم فيها ازاي؟ بالعكس احنا كنا بنتعامل مع شركه محترمه جدا جدا جدا، الشركه المتحده، قلت شركه محترمه جدا جدا جدا، سواء الاستاذ حسن عبد الله او اعتقد هو المتابع الاستاذ سيف وزيري، وكل الناس بصراحه ناس محترمين، واللي كان قبل كده محترمين تامر مرسي، مش عشان مش هقول لا، فعايز اقول لهم ايه رايكم النهارده انا على قناه الزمالك؟ ايه رايكم؟ ما انا عايز اعرف رايكم، انتوا بقالكم ثلاث ايام ابو غارق، انا مش هسيبكم صدقوني. وانا لما الاغنيه بتاعت انا مش فاضلكم، انا بس اخلص النهارده ذاكرت النهارده بكره وبعده بكتير، وانا اخر حد ينزلها، لان انا لو نزلت هتعمل مشكله. هتعمل مشكله كبيره. لكن بورا ما بتقدم انا خلاص فقدت سيطرت عليها كتير من الكلام ده. فقالينا هو بتكلم في قناه الزمالك والحمد لله، وبلاش تتكلموا في موضوع الشهر ده عشان هيسالوكم، بلاش بلاش، واستنى ما تقرا ذاكرت النهارده. اما بقى الاخ اللي رافع قضيه انا بس بفهمه، بيقول لك ايه اللي هو اللي هو تردد بني ادم تاني يقول اهو، وكان معايا اثنين، محمود خالد مستشار، محمود خالد مستشار عشان كلامي واضح، معالي معالي المستشار المحامي العام الاول يمتى عمل عمل قولي، قال لي الولد ده نصاب وحرامي، هو براسه ابنه سرق فلوس البنك وخدوها في السبت والولد مات، بقول له من فضلك ده ما تروح محكمه الجنايات خليه يرجع. استشار احمد جلال المحترم كلمه قال له ما تتحبسش يا مات مش مشكله، انا بقى اعمل له مفاجاه، مفاجاه عظيمه، هتعرف مين المجرم ومين يخش السجن تمام.
خلينا في القانون. انت بتقول انك عايز تأذيني علشان انا واخد حب، انا بقى لا حرامي ولا منتشي ولا مزور ولا صغير دعارة ولا ده دي السبب. تمام؟ غير كان عنده قضية ترفح واستيلاء على مال عام وما سألش حتى في اليابان لغاية دلوقتي قضية حرف، وانا في سبب قصر اتبعت لي ورحت المحكمة وكل احترام اليابان العامة والمحكمة ما عنديش مشكلة. ان عندك قانون الرياضة اللي هو 2017 معايا، اكتبوا ده وكتب عم الشرفة ده معايا سمعيني ولا في سمعيني؟ نعم عايز كلام بحضرتك اتفضل. المادة 94 بتقولي بقى اي حد ياخد عقوبة سالبة الحرية بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوصة في هذا القانون اللي هو قانون قانون الرياضة. قانون الرياضة اللي هي بيبدأ العقوبات من المادة 83 لغاية المادة 93 10 مواد. انك تضرب مفرقعات، انك تخش على رئيس اتحاد الكرة تضربه، واخد بالك كل الحاجات اللي علاقة بالمباريات. تمام؟ المادة 94 واضحة واضحة يا حبيبي، بس انت معاك عين شمام وبسأل السبع اللي سوق اتطلقوا دول اتطلقوا منه ليه؟ خلاص اهبد يلا. فالمادة واضحة 94 بتقول ايه؟ بتقول طب العقوبة ايه بقى؟ كانت عقوبة جنائية ويتم عزله 5 سنين لا يمارس اي نشاط رياضي. بس يكون ايه بقى؟ الجريمة اللي ارتكبها العقوبة اللي خدها بسبب ايه؟ الجريمة اللي منصوص عليها القانون الرياضي. بعلمك القانون شوية كده. بعلمك القانون يلا شوية. تمام؟ يخلص بقى من القانون؟ شافي بيه؟ نعم يا ريس. خلصنا اتكلمتوا ولا ايه؟ لا 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 سامع بس حضرتك الرياضة اللي تعزل 5 سنين مع عقوبة أصلية اللي هي الحبس. تمام؟ إنك أنت رميت شماريخ في البتاع، عورت حد في الملعب. ما هو دي منصوص عليها في القانون يا ريس. تعزل 5 سنين. سيادة المستشار الوقائع دي كلها منصوص عليها في قانون الرياضة اللي هي الشماريخ وحرم الملعب. طيب تعالى بقى في اللائحة. حظه منيف. واحد شمام اقول له ايه؟ يقول لك ايه بقى؟ ان مرتضى منصور عمل لائحة قال فيها ايا كانت العقوبة خلاص يتم عزله. تمام؟ ايه ده غبي؟ وقدامنا غبي والشم خلص عليه. اللائحة دي اتلغت من بعض بس لغاية في المحكمة. درجة استثنائية. تخيل اللائحة دي انت بتتشبك بيها ديت والواد النصاب ممنوع بس رفع قضية. شوف يا أخي سبحان الله، يعني شوف ربنا بيرتب إزاي. اللائحة دي تكتب عليها دية اتلغت. أمال اللائحة اللي سارية يقول لك الاسترشادية. طيب أول حاجة اللائحة الاسترشادية والاسترشادية أي نص فيها يخالف نص قانون الرياضة ارمي في الزبالة، لأن إحنا عندنا التدرج التشريعي دستور قانون آخر حاجة إيه بقى؟ اللائحة. لو القانون مخالف الدستور ما طبقوش، لو لائحة خلف القانون ما طبقهاش. يعني لو اللائحة بقى الاسترشادية بيقول لك لا هو خدوا بقى مشي يلا روحوا عشان يحصل هزايم وتاني ينهزم بقى والعصابة رجعت مع بعضها تاني ودول مع دول والكلام اللي يدخل ده مش هيبقى كل حاجة. تمام؟ ما يطبقش ليه؟ لأن القانون بيقول لك الحالة الوحيدة هي دي. طب اللائحة الاسترشادية بتقول إيه بقى؟ بتقول لك لازم يكون الحكم نهائي وبائن. عارف يعني بات يالا؟ يعني يكون محكمة النقض فصلت فيه. إيه رأيك؟ علمك تاني؟ تاني علمك؟ بتقول ايه بقى؟ بتقول لازم يكون العقوبة تضرب حكم نهائي وبات. وضحت العملية يا جماعة؟ نعم صح. دي بنتكلم اهو. طيب انا بقى ليه اعتاب على بعض جميل وانا شك انهم جميل وده عامل لنا مشكلة. مفيش حد يقول الزمالك يقول له ايه؟ يا استاذ مرتضى ما عرفتش تطلع تتكلم. طب انا ما بتكلمش بيطلع يقول لك ده ممنوع اتكلم. الاهل دي تقول لك ايه؟ ما النادي ما تطلع تتكلم مش عشان خايفين عليا. لا احنا صحنا خايفين على الزمالك. طب انا اروح في داهيه ايه المشكله؟ الحبس ماشي يلا نخلص منك. ما احنا اصلا من الزملكاويه، احنا اصلا بنقبض، احنا اصلا بنقبض السكن الزملكاويه. لا احنا البطاقه بس احنا عاملينها كده عشان السبوبه ده يدفع لنا وده يدفع لنا. طب انا ما اطلعش واتكلم واوضح وارد. تمام؟ دي حاجات تهم النادي. يقول لك لا احنا ما لا بس كده معناه بقى انت ما تعيش النادي في قلقه. ويا ابني رفع قضايا يا ابني بلغاتي من سنه 2018 بقى 4 سنين والنهارده لما لاحظت رفيع خشب طلع
دون اذن مني ولا رغبه، وقال لك انا اصلا بعتذر. الناس ربط بعض الناس ربطت، يعني ان انا مطلع ابنه مكتبي طلع ابنه براءه امبارح ما خدش منه جنيه وقال له النهارده. لا توفيق، الكلام ده خلاص عدى، الكلام ده انا براءه عرضته 100 مره. انما لو واخد 15 سنه 20 سنه مش هعمل ده تاني، مش هعمله، ما بعتذرش لحد. اللي كنت غلطت انا ما غلطتش، وانا مجهز بقى حاجات للجمهور الاهلي المحترم. اللي بيقول لك واحد يقول لك ايه بقى بيشتم منا يشتم من الناس، ده محمد محمود الخطيب قال عليا ان انا شاذ في فيديو، بقيت كلمه شاذ كده اللي احنا بنقولها كده، هو عارف ان انا ارجل واحد عامل يعني مش عايز اتكلم يا ابني. ده انت كنت بتجيب مكتب تشمش بقى عشان تشوف مين عندي مهم يعني. فانا بصراحه هنزل ده، ونزل كلام الواد اللي بتاع الكويت اللي ده حبطه ده اللي حبطه ده، ولا نازل قال الثلاثه الصيع اللي انت مش شاء الله تشتمونا. لا ما انا نزلت الكلام ده، ما جابوني الزمالك هيولع الدنيا فيكم. انا يا جماعه بلم الدنيا، انا بهدي الدنيا، انا يهمني مصر تاني. فاكر يا احمد لما قلت الغي الدوري قلت لي طب ده الزمالك الاول، قلت لك ايه؟ مصر اهم إيه؟ مصر اهم من الزمالك طبعا، مصر اهم من الزمالك. فانا بحاول لم العيال تاني، وما تضطرنيش اقول اللي حصل لن يحدث في يوم من الايام، لن اجرح قاضي ولا حكم. وفي فمي حياه، اقفل بقى على الصفحه، اقفله اقفله عشان انا في الاخر بشر هتكلم. انا بدات بقى عن نفسي، قوم اتحبس ليه؟ اقول لك اتحبس ليه؟ مش هقول لك دلوقتي. محكمه القاضي اللي هتقول لك باذن الله ان شاء الله اللي بثق فيها، وفي نفس الوقت القاضي اللي اخطا ولا ما اخطاش، القاضي بيتحاسب قدام ربنا. وفي شكوى في التفتيش القضائي قبل الاحكام ما بتطلع، قلت لهم احسن واحد اثنين ثلاثه واللي قلته حصل تمام. لكن هذا قضاء مصر العظيم، قلت قبل كده قضاء مصر لن يمس عشان اقلل بتوع المكملين والشارع والاهل القذر اللي دي. للاسف عاملين دفع محمود الخطيب الذي شتيمه فيا، انت ما فيش شتمكم فيا دي، اقسم بالله ده وسام على صدري. انتوا اجنبي عبارين بره يا اخي بتاع يا خالات الشرح، انت ناسي ان الواد اللي اسمه ايمن نور دوت كان معايا في السجن بقى، انا كنت في قضيه بقى بتاعت نوفل، كان معايا في قضيه تزوير تاني تزوير، وخد 5 سنين والماضي ايد التزوير. اعتقد استشار صلاح انا اعتقد انك انت عايز مزور تاني مزور، وانت نام شويه عيال اي حصل خد بالك بيشتمونا انا دلوقتي ولاد علاء صادق تمام. حاجه غير طبيعيه، انا بصراحه مندهش فعلا. النادي الاهلي ده من النوادي العريقه، نادي وطنيه بجد. عيل زي دوت هربان بالاعمال في قطر وعمال يشتم فينا ويحرضه يقول الكلام، بعد 5 دقايق ينزل على صفحات النادي الاهلي. ف اهمده وبقول لك يا استاذ محمود ابراهيم الخطيب لم العيال، مش عايز اتكلم عشان لو اتكلمت نادي بلدي في الاخر وسمعه بلدي وسمعه مؤسسات في بلدي يبقى انا طلعت اقعد تمام. بقول للعيال اللي بتقعد تقول لك والنبي ما تطلعش الزمالك هيقع، انت خايف على الزمالك مش خايف عليا انا؟ انا ممكن اتحبس انا تمام. فبارك للسيد الدكتور مصطفى مسؤولي على تجديد الثقه، وبارك للسيد احمد الوزير محمود توفيق سيد الفريق الاعتراض، وبارك لكل تجدد ثقتهم من السيد الرئيس وعلى راسهم طبعا السيد عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وبارك طبعا للحاجه المحترمه اللي الرئيس عملها انه شكر كل الوزراء اللي مشي. طبعا ما اقول للاستشار عمر مروان اقول لك الوزير هادي يقول لك ما عملليش حاجه، ما هو لو بيعمل لي حاجه ما كنتش اتحبست عشان ما عادش بس ايه اللي ادعو يعني. لكن الراجل ده راجل ملوش علاقه بالقضاء، والراجل ده اصلا عشان قاعد يقول لك قول لي كان قاعد على الحياه اللي قاعد تضره خد شهر حبسه تمام. لما تقرا مذكره النهضه هتقول مرتضى منصور ده بطل ومحترم اللي محافظ على سمعه بلده ووطنه ومؤسسات بلده وزي. نيجي بقى نتكلم في الكوره شويه. احنا عندنا بكره ماتش مهم جدا مع الاسماعيلي، الاسماعيلي فريق محترم جدا وعنده مدرب محترم جدا جدا. بس ليه طبعا؟ من فضلك يا جماهير الزمالك ما تشغلوش نفسكم بيا. ممكن انا كل ما افتح قناه تبع الزمالك ومرتضى واعمل ونام ويرد، لا من فضلك حط لنا ماتشين الزمالك اهم مني. تاني الزمالك اهم مني، والدوله لو عارفه ان انا غلطان
خلي بالكم كنت فوري اتحسبت مش هتكلم تاني في الموضوع ده. فمن فضلكم اهتموا عندنا ماتش الاسماعيلي بكره ربنا يكرمنا وعندنا ماتش الاتحاد السكندري فاركو الاول وبعدين فاركو الاول سيبنا فاركو خلاص في اسكندريه استاد اسكندريه الدنيا كلها نازله من خلال كتير ده ندخل هيبقى فاضلنا ماتش الاتحاد السكندري هنا هنحتفل كلنا بالدرع ان شاء الله في اصعب سنه مر فيها الزمالك في تاريخه كله كله من 1911. فركزوا يا جماعه ايش نفسكم مرتضى عيان دخل مستشفى اسكو منعوه احنا معاه لا خليك مع النادي انا مرجوك من فضلك خليك مع النادي فاضل ماتشين احنا خلاص داخلين على محطه سيدي جابر من فضلك تاني ركز في الماتش ابعد عننا انا ابعد عننا يا عم اتحبس خلاص اروح ازور الناس اصحابي في السجن مثلا مثلا يعني اللي انا ما شفتهمش من 7-8 سنين في اخر حبس ايه ما في ناس واخدين 15 يعني عادي فمن فضلك ورئيسك لم يحرص فيه قضية ساعات يعني ولا 63 مليون جنيه خدوا من حد ولا تربح ولا سيل عمل عام قضية سابقا وجهة نظر القاضي هو كده محترم وجهة نظر القاضي حتى لو غلط يعني حتى لو غلط انا راجل قضاء في رئيس محكمة ولم اكن اسمح ان حد يعلق على حكمي تمام انما التعليق فين محكمة الفضل محكمة الفضل هتلاقي انت غلطان انا ممكن بقى اطلع اعتذر مش اعتذر بس واعتذر كمان واعتذر كمان من المحاماه ورئيس نادي الزمالك انما عايزكم تركزوا من فضلكم يا جماهير الزمالك فاضل ماتشين القطر بيهدي وداخل على سيدي جابر ان شاء الله ربنا يكرمنا في ماتش فاركو فريق يعني الجون بتاعه جنش لا فاركو محمد صبحي محمد صبحي فاركو حارس حارس فاركو حارس مرمى محمد صبحي الحارس اللي كان في نادي الزمالك واتعمل له عقد سيري فيوتشر باين جنش فيوتشر جنش فيوتشر بمناسبه محمد صبحي محمد انت هدمك صغير ضئيل عشان عيب لما حد لا كبير في نادي الزمالك يكلمك يقول له ماليش مزاج العب في الزمالك ولا الزمالك ليه مزاج تعدي من قدامك يا غبي تفكر انا كنت متجاهله تاني لا كبير في نادي الزمالك كلمه عشان هو اصلا معار قال له ماليش مزاج انت انا مالكش مزاج تعرف الزمالك اللي كنت تيجي تعيط عشان اديك 100 جنيه انت يخرب بيت الفلوس دي يا اخي ايه ده فلما حكى لي الكابتن الكبير قال لي كده قلت له اقفل ويا امير قل له ما يشرفش نادي الزمالك انك تبقى فراش فيها محمد الصبح ده نادي الزمالك اللي قال لطارق اخونا طارق حامد والاخ ابو جبل شكرا رغم ابو جبل دلوقتي عايز يعمل اعتذار للجمهور وعايز يرجع وعايز يرجع قضيتك تمام انما انت انا ده انت تخش في الاربع خمس اجوال تقول ماليش مزاج ارجع الزمالك خليك يا ابني خليك بس يا جماهير الزمالك ما تجيبوش من النادي عشان خاطري عندكم بس قلبكم كده حنين شويه سياده المشاور انا بس انا عايز اقف بس امام جمله حضرتك مهمه جدا قلتها لان كان في برضه في بعض الاخبار التي قيلت عن ان محمد ابو جبل قدم اعتذارات ووسطاء لنادي دي اخبار كانت بتنزل وان فيريرا رافض تماما هذا الامر هل حضرتك متاكد؟ هو الاعتذار اعتذر عايز يرجع عايز يرجع دليل انا متاكد نعم انما انت بديلك مين يا طارق 55 يوم وانت متفق مع نادي اتحاد جده مش كده؟ اتفق قبليها ورايح اسبانيا عشان تجيب اتفاق تبقى قدامهم وما كانش عندنا بديل لكن ربنا بقى نفخ رؤى واسلام جابر لا ربنا يعني ما شاء الله وامام عاشور ومحمد عبد الغني بس فريرا منهم لان طارق حامد كان من اللعيبه الموجودين من 2014 اول مره عارفه نعم قالك هو ده اللي زعل لكن ابو جبل كان عندك بديل ليه يعني ابو جبل نقدر نقول ان الباب ما زال مفتوح يعني لما يقول فريرا اه لما يقول فريرا انا بس عايز ليه اتابع ليه هو الاول انا عايز افهم دلوقتي الاستاذ محمود ابراهيم الاستاذ الخطيب طلع بيان قال فيه انه مش هيلعب بالكاس ولا السوبر الا بشروط ايه هي؟ نمره واحد عصام عبد الفتاح يتفز تمام؟ نمره اثنين انه التحقيق مع عاشور كان عاشور بيتاكل محمود عاشور محمود عاشور يا ريس
محمود لا قال التحقيق التحقيق مع حكم الفار التحقيق محمود عشان تمام. انا عايز اعرف بتذكر هو محمود الخطيب لعب الكاس بتاع الماتش ما خسر ولا ما لعبوش؟ لا لعب النهارده وكسب ركله الجزاء في الدقيقه 90 يا راجل. طيب لعبه يعني لعبه فين البيان اللي عمله؟ طيب اشار عبد الفتاح ليه مصالح في المغرب واستقال وبقاله سنه مش عايز يرخد مننا بقى واستقال وسافر المغرب والراجل ده اللي جه جديد دون كلاتنبرج ما ماتش الحكام معلن عنه قبلها باسبوع تمام اعتقد ان ده النص اليوم او يوم خلاص نيجي خلصتم هنا يبقى عصام ما استقالش اسف عصام ما استقالش يبقى الشرط الاول ما اتحققش. طب الشرط الثاني هل عاشور ده متحب معاه؟ لا اشتغل نعم اشتغل بعدها على طول يا ريس اشتغل بعدها ماتش اعتقد المحله بيراميدز والمحله محله بيراميدز تمام يبقى ما اتحققش معاه يبقى ما اتحققش معاه كلام واضح. طب انا لما قلت مش هلعب ماتش المقصر ايه؟ لا ماتش المقصر اللي هو احمد شاب اسمه تقريبا اللي مسك الكوره بايده وجات جريشه ما شافهاش قلت مش هلعب الماتش لعبت ولا ما لعبتش؟ لا ما لعبتش مش كده؟ اه. طب لما قلت مش هروح ماتش الاهلي في الاستاد ايام البدر والسيول رحت؟ ما رحتش حملت المسؤوليه اتحملت المسؤوليه. انا ليا سؤال انا سامع اللي بيتقال ان اتحاد الكوره بعد جواب للنادي الاهلي بيقول انه بيعتذر وانه اتعجب. احنا عايزين نشوف الجواب ده بعدين. لا مفيش خطابات يا استاذ المستشار. نعم مفيش خطابات يا باشا ممكن نشوف الجواب حضرتك مفيش لو فيك مشروب مش هو بعتهولك ورهولنا. نرجع بقى للماتش النهارده بقى. قبل ما نرجع لماتش النهارده تعالوا نشوف قائمة انسحابات مرتضى منصور اللي بيضحك على الناس وهنرجع نكمل الفيديو بتاعنا او هنعلق على الفيديو بشكل كامل بعد انتهائه وبعد يعني ما يتكلم ويسترسل ويقل قهوة اكتر علشان احنا هنرد عليه رد واضح ومنطقي. ده على سبيل المثال وليس الحصر ابرز قرارات الانسحاب لحنفي الكرة المصرية واسبابها. في موسم 2014-2015 مرتضى تولى رئاسة النادي ومن هنا اعلن انسحابه اعتراضا على طريقة جمال علام. في موسم 2014-2015 المرة الثانية من نفس الموسم اعتراضا على محمود عاشور اللي بيدافع عنه حاليا دلوقتي بعد ما الزمالك خسر من انبي 2-0. موسم 2015-2016 كان بيلعب طلائع الجيش وانسحب بسبب ضربة جزاء وطرد على علي جبر. موسم 2015-2016 للمرة الثانية الاهلي بيلعب المقاولين وكسب 3 وانطرد 2 لعيبة من المقاولين فمرتضى زعل واعلن الانسحاب على الرغم ان هو ملوش علاقة بالمباراة. موسم 16-17 وده ليفل الوحش اعلن الانسحاب فيه 8 مرات انسحب في هذا الموسم. الاسباب بقى يعني الموسم ده الاسباب دي اعترض او انسحب ليه 8 مرات. الاعتراض على تولي جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام. الاعتراض على تولي ابراهيم نور الدين اي مباراة للزمالك عشان حسب ضربتين جزاء للاهلي في ماتش الاتحاد. 3 بعد التعادل مع الاسماعيلي بعد مواجهة الاهلي والمقصة واحتساب نور الدين ضربة جزاء للنادي الاهلي. بعد فوز النادي الاهلي على المهري 3-0 واحتساب جهاد جريشة ضربة جزاء للاهلي. رفض اتحاد الكورة نظام الاستبدال. 7 مواجهة الزمالك والمقصة وتغاضي جهاد جريشة عن احتساب ضربة جزاء للزمالك وبالمناسبة كانت ضربة جزاء صحيحة في لمسة اليد اللي يعني مرتضى اعترض عليها ومشافهاش جهاد جريشة وما كانش لسه فيه فار. تغيير موعد مباراة الزمالك والمقصة اعتراض مرتضى ومحدش راح يعني مرضيش يروح واعلن الانسحاب من المباراة. موسم 17-18 رفض وجود ابو ريدة رئيسا للاتحاد بعد التعادل امام طنطا. يعني اللي بيدافع عنهم دلوقتي هم يعني المرتضى هددهم وبهدلهم قبل كده واعترض عليهم فحاليا هو راضي عن ابو ريدة وعن جمال علام وعن عاشور وعن الناس كلها اللي بدأت تطبله وبدأت يعني مرتضى يشتريها. موسم 18-19 الانسحاب بسبب تجميد النشاط الرياضي في الزمالك حتى نهاية تحقيقات نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس. أعلن الانسحاب في نفس الموسم 3 مرات والسبب مؤجلات الأهلي.
موسم 2019 او 1920 الفضيحه الابرز في تاريخ الكره المصريه، انه خاف يلاعب النادي الاهلي وبعت العيال الصغيره اللي قال لك انا هدخل حمام واللي قال لك مش عارف ايه، وهو دلوقتي طالع بيتكلم وبيقول لك ده احنا تحملت المسؤولية وما رضيتش اروح، على الرغم ان هو قال انا رحت وعملت وركب شوية على الاتوبيس اي كلام، وابتدى يوجه الاتوبيس شمال يمين، وكان في شوية مطرة قال لك ده المطرة هي اللي اثرت. ده بخصوص الكلام اللي قاله مرتضى، ودي ابرز الانسحابات اللي مرتضى عملها في تاريخ الكرة المصرية. نيجي بقى اثر بيان النادي الاهلي بالانسحاب من بطولة كأس مصر وكأس السوبر. استقالة رئيس لجنة الحكام، رئيس لجنة الحكام اللي هو عصام عبد الفتاح، كان تاريخ انتهاء تعاقده مع اتحاد الكرة هو شهر 9 اللي جاي، شهر 9 اللي لسه ما جاش، 1/9 كانت نهاية عقد او نهاية فترة عصام عبد الفتاح في تواجده في اتحاد الكرة، فهو تم توجيه الشكر له وقالوا له استقيل بالادب، استقيل بالاحترام، وفي ناس كتير استقالت ووجهت خطابات استقالة للجنة الحكام بعد ما لفندي ده استقال. استقالة رئيس لجنة الحكام، استقالة المشرف على تقنية الفار اللي اكد ان الهدف صحيح وما فيهوش حاجة، فراح قالوا له روح مع السلامة، قال لهم لا انا هقدم استقالتي، ابان يعني ايه كأن انا طالع يعني بكرامة او بشرف، محدش يقول لي اطلع برا او يطردني، انا هستقيل وهعمل استقالة. المشرف على تقنية الفار استقال، استقالت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، الخبير الأجنبي وقف محمود حكم الغائر حكم الفار لنهاية الموسم، خطاب من اتحاد الكرة للأهلي يؤكد فيه الاستجابة لتطوير منظومة التحكيم. لجنة الكرة بعتت خطاب للنادي الأهلي قالوا له احنا في حالة تطوير دائم، وان احنا الأخطاء ما نرضاش بيها، وان احنا بنمسك العدالة من المنتصف مع كل الأندية وعلى مسافة واحدة، والكلمتين والبقين الحمضانين دول. مرتضى بقى ايه اللي مزعله؟ ايه اللي وجعه؟ ايه اللي حرقه؟ ايه اللي قهره؟ انا مش عارف. يعني انت ملك الانسحابات وملك الهري والهبد والكد، وطالع بتتكلم على سيدك وتاج راسك كابتن محمود الخطيب، ما تروحوش في اي مكان، لسه الفيديو بتاعنا مكمل ولسه اللايف بتاعنا مكمل. نسمع الاستاذ مرتضى احمد محمد، الاستاذ احمد، الاستاذ مرتضى منصور احمد محمد ابو العالي، او الاستاذ مرتضى احمد محمد منصور ابو العالي. كمل يا استاذ احمد محمد ابو العالي. انا مش فاهم يعني، ما كل الفرق بتلعب من غير مشاهد، اشمعنى الفريق ده اللي مات ضد الزمالك؟ هو كده المسؤول يبقى كده، الضمير يبقى كده، هتقابل ربنا كده. قلت الطنطا اللي طالع يتكلم ويهري ويقول لك طنطا وبنطا. المباراه دي كان في كاس مصر، الزمالك بيلعب اسوان، ضربتين جزاء ما يتحسبوش لاسوان، وهدف تسلل يتحسب للزمالك، وطالع مرتضى منصور او مرتضى احمد محمد منصور ابو العيله بيتكلم وبيقول لك ما ينفعش كده، الزمالك مش الاهلي مش محتاجه. لو الزمالك اهو، بص على الزمالك يا مرتضى ايه اللي بيحصل له، ضربه جزاء هنا على عواد والحكم ما يحسبش ضربه جزاء، ادي الكره اهي وايده في وش اللاعب اهي ما تحسبش، الكره هنا اخر دقيقه في المباراه في الوقت الاصلي ضربه جزاء مليون في الميه، وقال لك ما فيهاش حاجه العب، راح للفار قال ما فيش حاجه، هنا هدف تسلل صحيح مليون في الميه على محمود علاء جابوا جول. بص يا باشا، بص ده فين، ومحمود علاء داخل ال 18 فين، وراح الخط راح مكبر لك الواد ده وايه عملوا ان هو مغطي محمود علاء، اي هري في الحماده ويطلع يقول لك النادي الاهلي مش محتاج. طب هو نادي الزمالك محتاج ان هو يكسب بالفار ويكسب بالحكام يا مرتضى؟ بس هو ده يعني مبدا المثل اللي بيقول لك مرتضى يلهيك واللي فيه جيبه فيه. كمل يا مرتضى بيه، كمل قول. فالحصل النهارده والماتش اللي فات والماتش اللي قبله، وانا مش فاهم يعني، ما كل الفرق بتلعب من غير مشاهد، اشمعنى الفريق ده اللي مجلس ادارته ده في كل ماتش حاسس فيه مشكله؟ يا مع التصوير، يا مع الاخراج، يا مع الفار، يا مع الحكم، يا مساعد الحكم، ويعني ايه؟ واحد مساعد اسمه سمير يقول حسام حسن تاني، هو انت طول رقمة حسام حسن تقول لحسام حسن؟ تبقى انا اختلفت انا وابراهيم كتير معاهم، انما في النهايه حسام حسن وابراهيم حسن، انت عملت ايه لمصر؟
زولا بطلت كوره انت انت هتبطل حسام حسن من الكوره وهتبطله تدريب يا ابني. حسام حسن راح شتم المساعد راح شتم وعايز يضربه يعني المساعد ده ملوش لسان يضرب ويسكت ويتشتم ويسكت يعني حسام حسن يقل ادبه على المساعد والمساعد يسكت له ده عبد الحفيظ يا دوبك بيقف من على الدكه بيروح مطروح ما بيقولش اي كلمه بيروح مطروح يعني المفروض اصلا حسام حسن كان اتطرد بتطلع بتدافع عن حسام حسن مش ابراهيم حسن ده اللي ضربك اللي كان هيضربك وشتمك يا مرتضى ولا انت زي القطط وكنت مستني الاستاذ كامل ابو علي يطلع بيان يقول لا ده المدرب بتاعنا المدير الفني بتاعنا واتحاد الكره يطلع بيان قدم مذكره الولد ده يتوقف الولد ده يتوقف انما احنا ايه الشغل اللي احنا فيه سوا اخر حاجه يا جميل الزمالك اطمنوا على يعني انت شفتوا الولد بتاع السله ما شاء الله كره القدم نفس يعني كره القدم نفس المستوى وبقول لكل الولاد الصغيرين اللي هم بيعملين يهروا واحنا زملكاويه وعاملين مشاكل طب هو احسننا بيه جنتلمان يعني جنتلمان وراجل شيك وطلعات خضراء وصفراء وشعر وبتاع حاجه شيك يعني وضربها صارمه يا مارينا بتاع لما اتشتم مش هو راجل زيه وقال لك الدوكه والعوام انا كنت موجود قال السؤال انت قايلها فوق المقصود مش مرتضى المقصود اي حد هيقوم الزمالك ويرجع له هيبته ويرجعه منصات البطولات ايه المشكله يعني الناس يا جاهل يا جاهل ايه علاقه واحد بيشتم مصر كلها بالبطولات وبالانجازات يا عم ما توصل للي انت عايزه بس حط لسانك جوه بقك حط جزمه جوه بقك ما تجيبش سيره الخطيب ما تجيبش سيره الناس فوز من غير ما تقل ادبك على حد محدش هيقول لك حاجه الناس هتقول لك ان انت عملت وعملت وعملت انما انت بتطلع تشتم مصر كلها ليه ليه عايز تثبت لمين ايه هو في القياده السياسيه حمياك ما مسير القياده السياسيه تقع زي ما قبل كده وقعت زي ما القيادات السياسيه وقعت قبل كده يعني لو كانت دامت لغيره كان ما كانتش جات له زي ما لو دامت لغيرك ما كانتش جات لك برضه يا مرتضى القيادات السياسيه بتحميك هيجي لها يوم وتقع وتغور في 600 داهيه اللي بيحمي الظلم هيغور في داهيه ما ملهاش حل تاني انا فيها مليون قضيه سابو قاسم انا ما يعني مش عايز اتكلم انا مقدم للدكتور محمود الخطيب 86 قضيه سابو قاسم ولا حاجه هو الخطيب عمل لك ايه الخطيب عمره شتمك الخطيب عمره رد عليك اصلا هو هبل وبس ضحك على الناس وبس ده انت ليك 10 سنين بتشتم في الخطيب ومش معبرك وانت كل يوم تهوى وتهوى وتهوى ومش لاقي حد يعبرك وده هيجنك ان هو مش معبرك مش عامل لك قيمه عارفك ان انت حجمك صغير ايه المشكله هو محمود الخطيب موجود عادي يعني فبلاش النادي ايه اللي تنادى ازاي عشان الذهب يقول لك انا ما خدتش فلوس من تركيا انا ما خدتش يا راجل انت واخد 4 مليار من الريان خدتهم وحطيتهم تحت البلاطه الكلام ده مش كلامي الكلام ده كلام اشرف السعد يعني امال جابك زكي بدر وعمل معاك الدقيقه ليه مش عشان تعترف بالفلوس اللي انت اخدتها يا راجل عشان انا بس متحمل عشان الجماهير يا بلاش راجل ومتحمل عشان اعضاء جماعه 100 اللي جابوني بالتفاح ومتحمل في نفس الوقت علشان صعبان عليا اللي انا عملته الفرق الرياضيه ومنشآت صعبان عليا كل يوم دلوقتي شغالين مع الشركه نتابني نشتغل 6 اكتوبر عشان زي ما وعدنا سنتين هنخلص احنا جالنا خلاص الجواب بعد قضيه مسألة الارض مكسى مطروح دفعنا درجه الارض تاني خلاص هنعمل فندق عالمي ما عادش فيه بقى قرعه والكلام ده فندق عالمي في مكسى مطروح بقى يا جماعه من فضلكم سيبونا نشتغل طب ده محمود الخطيب اللي معاه وعلاء والاول واد ابو جعوره وام جعوره وام المعاطي والاشكال دي كل دول ماشي طب انتوا مالكم انتوا ليه عايزين تهدوا تطفشوني ما انا اسهل حاجه طيب دلوقتي طب احمد جه اهو جه عند اسكندريه بيت اسكندريه يا احمد مش كده؟ انت هتروح ماتش فاركو بالمناسبه ولا مش هتروح ماتش فاركو بالمناسبه؟ نعم هتروح ماتش فاركو والزمالك بالمناسبه ولا مش هتروح؟ لا ان شاء الله هروح ماتش النهائي ولا بسافر ان شاء الله بقى لي فتره كبيره ما احضرش الا في المناسبات الكبيره قصدك ماتش عشان جمهور نادي الزمالك يا فندم كان يعني طبعا الناس كلها متعشمه والناس كلها يعني منتظره لحظه الحسم زي ما بيقولوا وهناك كلام عن احتفالات اسمعني بس امسك الاتوبيس
طب ايه الاتوبيس اخر مره هيطلع 100 اتوبيس اسكندريه هيطلعوا للاسف الميه خلاص هو ده بقى يقول لك ايه. لا انا فندم انا مره فات قال لك الدوله دافعه دوله مين يا ابني بقول لك في ربع مليار جنيه في الخزنه ربع مليار النادي الاهلي ميزانيته تخطط المليار جنيه النادي الاهلي تخطط المليار وكابتن خطيب عمره ما طلع قال احنا عملنا ولا سوينا ولا جبنا ولا ودينا والاوتوبيسات والسندوتشات اشتري اشتري الجماهير بالسندوتشات بالواحد برجر والتاني سوسيس ويحط لهم كاتشب ولا بلاش كاتشب عشان لونه احمر. طب خد مفاجاه ثانيه هنا لسه قال لكم كسبت ياسين منصور رئيس الاهلي رئيس الكوره بتاع النادي الاهلي خلاص ناحيه 185 مليون جنيه نسيب له المحلات لا يطلع ونأجره برضه 185 مليون كان عندي النهارده. يا جماعه نادي ده نادي الزمالك اه بكسب بقى في الدوري بكسب في الكاس بكسب مرتضى بيقول لك انا كسبت ومعايا فلوس طب ما تسدد فلوس الدوله وديون الدوله مش عليك ديون للدوله عليك مليارات للميه والنور والكهرباء والبتاع ده والضرايب ما تسدد الفلوس ما تسدد مستحقات اللاعبين اللي في الفيفا ما تسدد الغرامات اللي عليك لاتحاد الكوره ما تسدد الفلوس اللي عليك عرفت ان الدوله بتساعدك ان انت بتاخد فلوس نادي الزمالك تضربها في كرشك وما بتديش حد حاجه السوبر بكسب حتى في القضايا خلي بالك القضيه الوحيده اللي خسرتها في حياتي تاني حياتي وكل موكلين على هي القضيه دي ومش هقول السبب لان بحترم القاضي تمام فلوسها هتطلع اسكندريه مش بعيده زي الجونه الاوتوبيسات هتطلع حوالي الساعه مش ماتش الساعه كام اذا الساعه كام 6 ونص الماتش يوم الجمعه ان شاء الله الماتش يوم الجمعه في استاد اسكندريه الساعه 6 ونص ان شاء الله 6 ونص يبقى الاوتوبيسات هتطلع ان شاء الله الساعه 11 بنفس المكان خلاص حضرتك اهم حاجه يكون معاك التذكره والبتاع الرايد اللي بتقول عليه دوت خلاص عشان ما حدش هيخش من غير تذكره اكيد سياده المستشار كان الجمهور يعني طبعا جمهور نادي الزمالك كان بيتمنى طبعا السنه اللي فاتت في الاحتفاليه الكبيره اللي كان المفترض انها تتعمل طبعا ويمكن ما اتعملتش وزعلت كتير من الجماهير يوم مباراه البنك الاهلي الشهيره ولعيبه الزمالك ما عرفوش يحتفلوا بيها وحصل مش عايزين نقاطع بص يا احمد اه مش عايزين نقاطع خلص لا مش عايزين نقاطع ربنا يكرم ولادنا الماتش في الاول اشاركوا ان شاء الله بكره وتشوف الافندي اللي بيقول لك لا انا مش عايز الزمالك ينسوني واخد بالك وبعد كده ماتش الاتحاد ان شاء الله ماتش الاتحاد ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله هتعمل احسن احتفاليه في الاستاد وعامل حفلة للأعضاء والجمهور في ملعب الأستاذ بتاع أبو رجيلة واحد من الاثنين جاي وطبعا الأستاذ هاني شاكر محمد منير يا عمرو دياب إن شاء الله من أحسن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أكبر احتفالية خلي بالك عشان أنا قلت إيه أنا مش فاضل لكم مرضى أجيبكم وعندي شوية حاجات كتير كده يا جمهور الزمالك يا محترم فوق دماغي ركز الماتشين اللي جايين انسوني انا كنت فاكر لما تقرا ذاكرتي النهارده هتقول الراجل ده جبل مش بطل ده جبل ايه اللي حصل معاه ده ومع ذلك ما بينطقش تمام كل التوفيق ان شاء الله اخر حاجه موضوع فتوح احمد استاذ احمد نعم انا طبعا ضد اللي حصل مع ياسر ابراهيم انا ادم وزوجتي حضرتك دي خصوصيه انا مش في الملعب عشان تشتمني انا قاعد في مطعم شوف انا بقول لك اهو مش من حقك انك تشتمني وانا انا ومراتي وولادي وتهني قدام ده انت لو مين تمام وفي نفس الوقت انا ضد ان ياسر يكون رد فعله ضرب بنيان ضد ده خلاص اعتبر العمل ده سفيه ما تردش عليه وتجاهله عشان حتى انا عرفت مراتك ولادك معاك طبعا المنصوره دي بلدنا يعني تمام طب هو ياسر عمل كده دلوقتي انا سمعت بقول له ايه هو انت ليك نفس تاكل وخسرت الدوري والكاس يقول لك ايه لا الواد ده زملكاوي طب هو كده زملكاوي ازاي؟ ده هو لو زملكاوي يبوس ياسر بنخدله الاثنين ان هو موجود وكسبنا ده وخسرنا في كوره لياسر الجول الثاني اعتقد في الكاس تمام؟ يقول لك لا 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 ده زملكاوي اللي ابتدى يوم ثاني يوم على طول انا عايز اعمل حاجه برضه فتوح فتوح ده ما بيشربش الشاي تاني فتوح ما بيشربش الشاي حقيقي يبقى فتوح لو فتوح ده لو بيذكر هيبقى حالته دي في الملعب لا ده انه رايح جاي بقى هو مش شمال هيروح يمين يقول لك انا جدع ويرجع يقول لك انا جدع
واخد بالك؟ عيب بجد، عيب 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 يا استاذ محمود. يوم باسم مرسي اتخانق مع طارق حامد وضربوا بعض، كانوا موتوا بعض بالسكاكين في احدى المباريات لنادي الزمالك، كان بره مصر في افريقيا او في الكونفدراليه الله اعلم، لما كان الزمالك بيطلع من مجموعه حصاله كالمعتاد، ضربوا بعض وموتوا بعض، جم هو قال لك ده ما فيش حاجه حصلت. يوم زيزو لما اتخانق مع شيكابالا قال لك ما فيش حاجه حصلت. يوم ما مش عارف مين، وهو نفسه مرتضى كان بيدافع عن هاني زاده وبيقول شريف ومحترم، دلوقتي بيشتم على هاني زاده وبيقول كان بيجيب لنا الفواتير بتاعه المطاعم من الزباله ويقدمها لنا عشان هو حرامي. فمرتضى حبيبه دافع عنه بروحه، عدوه حتى لو في بينهم ما بين بعض حتى لو مفيش حاجه يتبلى عليه، فشيء طبيعي يدافع عن فتوه. انا ما اتكلمتش على موضوع ياسر ابراهيم لان انا ما اعرفش الموضوع ايه، هل هو واحد زملكاوي عنينه واقول له انت عملت، ولا هو واحد اهلاوي، انا ما عنديش فكره. بس في كلا الحالتين ياسر ابراهيم ما ينفعش ان هو يتعصب ولا يضرب حد، ما ينفعش، لازم يبقى عنده نوع من انواع التروي والتحلي والصبر، لان الجمهور جمهور. انا مثلا عندي صفحه، عندي قناه، لو حد من الفانز طلع شتمني ولا اهاني، حتى لو بالرغم ان انا ما بقبلش الاهانه، لكن لو لقيته ان هو اهلاوي هتحمل منه واحده واحده وهكلمه بشويش، حتى لو هو غلط فيا اقل حاجه هعملها له ان انا مش هكلمه واخد بعضه وامشي، هتجاهله بس علشان ما يخليش المواقع والسوشيال ميديا والزملكاويه والعالم المعفنه تطلع تتكلم على لاعبي النادي الاهلي. الناس مش هتشوف رد فعل الواد اللي قال ايه، لا هتشوف رد فعل النجم هو رد عليه وضربه ازاي. فالفيديو بتاعنا كده انتهى، ما تروحوش في اي مكان لان انا عندي رد قوي على مرتضى، بس مع اللايف بتاعنا ما تروحوش في اي مكان، واسف جدا 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 للاطاله. حضراتكم عارفين مرتضى منصور لما بيطول في الفيديوهات، نسمع بس الحته الاخيره دي قبل ما ننهي الفيديو. لم الناس اللي عندك والعيال اللي اقسم بالله العظيم وحياه ما بيقول لك عاملين درجات من ديانه، انت ما بغلطش خالص خالص، انت الكلام ده خالص انا بقول وقائع. تاني العيال اللي عامله عندهم قنوات تابعه للنادي الاهلي، انت بتغلط قد 150 محدد فكاد الصبح بتعمل ضدك بنات، النهارده احصائيه 66 بنات، الواد ابو راسين والواد الرسام اللي بيعمل كده ما عنديش مشكله، اغلط عداد شغال وساعه الجد. بقول لك حاجه، البلد دي بلد قانون، هتقول لك طب ما انت، انا بقول لك انا قانون، اصبر لغايه ما المقضي يتكتب وتشوف. البلد بلد قانون والدوله دي مش هتسمح بقله الادب ولا البلطجه. كل البلاغات اللي معموله دي ضدي من اربع سنين ومجلس النواب رفضها، مش عشان انا مجلس النواب، لا قال عشان دي كلها كيديه وكاذبه، تمام؟ وانا اتحملت ورحنا المحكمه وحضرت كل الجنازات. احمد انا بقول لجمهور الزمالك بكره ماتش مهم، فاضل محطتين، خليكم ورا فريقكم وانسوني انا دلوقتي، من فضلكم ركز ورا الفريق ومالكش دعوه بالصفقات، جايبين لك احسن صفقات الحمد لله، ربنا كرمنا باذن الله. عندنا الماتش اللي هو يوم 9/9 في قطر كاس لوسيلو، ربنا يوفق الولاد ويكسبوا الهلال، فريق جامد، احنا كسبانين اعتقد قبل كده يعني 2-1 في السوبر، 2-1 في السعوديه في الرياض، رئيس افتاح السيسي في الرياض، كان دي اول كاس باسمه، والكاس الثاني كان المفروض الاهلي هيلعب اتحاد جده على كاس جلالة الخادم الحرمين، خادم الحرمين الشريفين، تمام، والاهلي ما راحش. في البدايه قال لك اتحدى وهستقيل وهسيب نادي الزمالك وهسيب مش عارف ايه، التطمينات دي كلها مين طمنها لك يا مرتضى؟ ده القانون بيقول لك الحكم واجب النفاذ، اطعن بس نفذ، نفذ الاول وبعد كده ابقى اطعن، يعني الطعن لا يوقف الحكم. هل هناك شيء ما يدبر في الكواليس احنا ما نعرفوش؟ هل هناك قاض ما حكم بحاجه وتم مساومته او مراجعته للامر وقال انا هراجع وهرجع؟ هل هناك قيادة سياسية كبرى قالت لمرتضى منصور ما تقلقش احنا في ظهرك احنا وراك؟ ما احنا عايزين نعرف، اصل احنا برضو من سكان هذه البلد الجميلة مصر، احنا من سكانها، احنا مقيمين فيها، احنا ضيوف، الدولة مش بتاعتنا، احنا ضيوف فيها، زي حضرتك زي ما انت ضيف، والاستاذ اللي جنبك برضو ضيف، والباشمهندس اللي بيتفرج عليا ضيف، احنا ضيوف، ما الدولة مش بتاعتنا،
دولة بتاعت مرتضى، بتاعت السيسي، بتاعت محمود ابنه، بتاعت وزير الشباب، بتاعت الناس الجمال دول، لكن احنا ضيوف عندهم. يعني احنا مجرد ضيوف، فالضيف ملوش كلمة. يعني رأيك يؤخذ بيه يعني او لا يؤخذ بيه. قول اللي انت عايزه، المهم احنا هنعمل ايه؟ الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. فمرتضى بيتكلم بكل ثقة ان الامر هينتهي. ينتهي ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه. بس احنا بنطلب الكابتن الخطيب، لو انطبقت السماء على الارض، لو السيسي جه قال لك ما في الخمر يا ليه، ما تتصالحش مع مرتضى منصور، لان الامر لا يخصك بمفردك، الامر يخص يعني ملايين من الجماهير الاهلوية في مصر وخارج مصر. يعني الامر دلوقتي ما يتعلقش بيك، ده هو اهانك واهان منصبك وخطف عرضك وخطف شرفك وخطف في زوج بنتك، ده غير ملايين الاهلوية اللي اتحرق دمهم بسبب هذا الامر والرد على مرتضى. فنتمنى من الكابتن الخطيب ان هو لا يوافق على اي صلح بينه وما بين مرتضى. اما بخصوص اللعبة في الكواليس ده يبقى امر اخر وحاجة تانية. بس انا بقول للسيسي، لو كانت دامت لغيرك ما كانتش جات لك. انا انتخبت السيسي مرة واثنين وثلاثة وعشرة. انا انتخبت السيسي وانا سيساوي جدا، وكنت ضد الاخوان جدا. انا ما بحبش اتكلم على انتماء السياسي، بس انا كنت مع السيسي. بس دلوقتي السيسي سياساته غلط، ابقى معاه في الغلط ازاي؟ واحد سايب واحد يجعجع ويشتم مصر كلها، انا هقول له ايه؟ هقول له يا سيادة الرئيس انت صح؟ مستحيل، مصريان مش بوشين. كابتن الخطيب لو طلع في يوم من الايام غلط، انا هطلع اقول له انت غلطت وطلعت واتشتمت. يوم ما ادى الرئاسه الشرفيه لتركي الشيخ وبعد الصلح الاول والتاني، انا قلت الكابتن خطيب ما ينفعش ده يدخل النادي تاني. قال انت 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 قابض من الواد محمود طاهر، انت قابض مش عارف مين. وانا كنت اصلا ضد محمود طاهر لانه كان مزملك نادي الاهلي، وكان حاطط لي الشرقاوي والفولي ومنتصر الرفاعي وشويه العالم المطبلاتيه دي في قناه الاهلي. فانا بقول كلمه الصح، لو الرئيس مش هياخد قرار حاسم مع مرتضى فانا ضده، ده شيء طبيعي. واحد بيشتم مصر، يرضى الرئيس السيسي يتشتم ربع الشتيمه اللي بيشتمها كابتن خطيب؟ يرضاها على نفسه ولا اهل بيته ولا الست زوجته؟ ما يرضاهاش. طب اللي ما ترضاهوش على نفسك يا سيسي ما ترضاهوش على كابتن خطيب اللي في مؤسسه من مؤسسات الدوله. ليه سايب مرتضى يطيح فسادا في مصر؟ ليه ليه ليه؟ ايه السبب؟ ما تفهمنا يا عم، ما تفهمنا يا سيدي، ما تفهمنا يا باشا. انا عملت لك منشر على صفحتي وما ردتش عليا، طب اعمل لك ايه تاني؟ طب حد يجيب لنا رقم الرئيس؟ فاكرين فيلم، مش فيلم، مسلسل خرم ابره لما قالوا انا عايز رقم المحافظ الواد بتاع السويتش وبتاع فرح، قال له لا انت لو عايز رقم الرئيس اجيبه لك، قال له لا سيبه دلوقتي هنحتاجه بعدين. فلو حد معاه رقم الرئيس يدوني اتصل بك الرئيس اكلمه، انا مش هخاف، هقول له يا سياده الرئيس هل ترضى ان يتقال عليك ربع اللي بيتقال على الخطيب؟ وش خطف زمن والخطف في اهله وشرفه وبيته واخته ترضاها؟ بس ده اللي انا عايز اقوله. اما بخصوص الدوري ومش الدوري والحكام، يا راجل ده في ماتش اسوان ضربتين جزاء لاسوان ما اتحسبوش، وهدف تسلل عليك اتحسب، وبتتكلم الكاس اللي خدته اوانطا اللي فات ده بتتكلم وانت الاحتواء مليك من ساسك لراسك، وبتقول الدوري خلاص انا اقول كده، ده ال 42 دوري متاخدين. يا راجل ده مره ماتش نادي الزمالك بيلعب مع انبي في كاس مصر، الكوره خبطت الواد ده عمرو زكي شاتها خبطت في العارضه وراحت سقطت في الملعب، راح الحكم مد في جول والكوره اصلا مش جول. فاكر انت يا مرتضى لما قلت اخدنا الكاس بالدوري اخدنا الكاس بالحكم اليوناني؟ انت ممدوح عباس اللي جايبه ومقبضه، ده انت اللي قايل. يعني في بطولة كاس عندك اوانطا كده وما بالك يا راجل، اجيب لك مين؟ اجيب لك ضربة جزاء ولا طرد؟ اجيب لك الناس اللي كانت بتقعد وتقول الحكام كانت بتعمل نفسها بتزعق فينا وتقول لنا ارمي نفسك في ال 18؟ اجيب لك فاروق جعفر لما قال كل ضربات الجزاء اللي خدتها مع نادي الزمالك اوانطا؟ اجيب لك بازوكا وهو بيقول لك الزمالك احنا فوتنا له المباراه؟ اجيب لك ناصر فاروق بتاع المحله لما قال لك انا كنت بدخل في نفسي اجوان عشان الزمالك يفوز؟ اجيب لك اسامه نبيل بيقول لك قلبي ما طوعنيش اشوط في المرمى كنت بشوطها بره عشان الزمالك ما يفوزش، عشان قصدي غزل المحله ما يفوزش على الزمالك؟ اجيب لك مين ولا مين ولا مين ولا مين؟
انا هعمل لكم فيديو ان شاء الله، بس انا مش لاقي وقت. انا كل ما اجي اقول انا هعمل فيديو ده وعن فضائح الزمالك والتحكيم وكده، يطلع لي فيديو المرتضى، يطلع لي فيديو المرتزقه، كل يوم في احداث، فباجل اجل اجل اجل، بنزل الحديث الاول، وبحاول على قدر المستطاع ان انا اواكب سرعه او كثره البرامج الرياضيه عشان اعرف ارد على ده وده. في 10 برامج في الـ في الـ في اليوم، ده بيقولوا ده بيقولوا، انا من حق احط 3 فيديوهات بس في اليوم عشان الاشعار يوصل لك. والمصيبه والكارثه انا بحط 3 فيديوهات وفي اشعارات ما بتوصلش للناس، عشان كده انا بقول لك من حين لاخر ادخل القناه بتاعتي، من حين لاخر بص على الفيديوهات، ما تستناش الاشعار، ادخل الساعه 2:30 3:30 4:30، من الساعه 2:30 3 لغايه اخر اليوم بص على القناه، شوف الفيديوهات الجديده اللي بتنزل، بص على المنتدى. انا جبت لكم الحالات التحكيميه وجبت لكم الايام اللي مرتضى منصور انسحب فيها والاوقات وبالتواريخ ورجع تاني، وكمان ان النادي الاهلي حقق غرضه من التهديد بالانسحاب، لجنه الحكام غارت، المسؤول عن تقنيه الفار غار، الواد عاشور اتوقف مش عشان لعب ماتش بيراميدز وما اتوقف، لا ده كلاتنبرج اللي وقف، ويبقى فيه يعني الحساب حساب الملكين بعد كده بالنسبه للجنه الحكام. بس تطلع تهوها وتهدد وتقول انا هوقف ده وهرفع قضيه على ابو جعوره وام المعاطي يا راجل اكبر، يا راجل اكبر. هو انت لو ما مسكتش الحديده واتكلمت هتموت هتتشل. انا نفسي في يوم من الايام ربنا يورينا فيك اياته، يورينا فيك اياته، ازاي ربنا بيسيب الانسان يمهله مره واثنين وثلاثه واربعه ومليون، لكن وقت ضربه ربنا هتلاقيها ضربه قويه. هيبقى في شريط سينما قدامك بقى، ده انا شتمت ده وده 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 وعملت عداوات مع ده وده 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 وده، واستخدمت السحر والشعوذه مع ده وده 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 وده، وتسببت المرض لده وده وده وده. افتكر انت غايب عن عينين ربنا، وقعتك هتبقى وقعه سودة والله. لا السيسي هيعرف يحميك من ربنا، ولا رئيس الوزراء، ولا وزير الشباب، ولا قيادات الجيش اللي بتتحامى فيهم، ولا القيادات الشرطيه اللي انت عامل لهم عضويات مستثناه ببلاش، ولا القضاه اللي انت عامل لهم عضويات مستثناه ببلاش، مش هيحموك من ربنا، لان ايد ربنا محدش هيقدر يمنعها. فالايام دول يا استاذ مرتضى احمد محمد منصور ابو العلا، وزي ما بتقول لم عيالك يا خطيب، لم لم لم، طب ما انت مش لم ليه ابو لمع الجرجير ولا العال المرتزقه صبح عبد السلام ولا الفولي ولا العال الهفق دول على صفحاتهم، مش لممهم ليه انت؟ ها؟ ليه مش لمم خالد فطوطه واحمد جمالات؟ ليه مش لممهم؟ بس هقول ايه؟ مرتضى يلهيك واللي فيه يجيبه فيك. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، السلام عليكم.